إلى ينيجيري أو إسلامي إلى هيدا تكاهذا ولا هنوالي داولي ولا تأدنيه أقبلا أنت معاملة دالكو قريئة إيد جفيت بكبلا أردنا وأسجران حتى ذاتك علمد أبعن باعا نايا ومسائلون كيك مدعا مسكولات جزاه الله خيرا خير الله الجازية واليرمى إليك تعليجيه إن شاء الله إسلامك إيو كلمة لا إله إلا الله قيمد إلهي سبحانه وتعالى بسم والي ورد إلهي مع الله إلهي إسلامنا والي حتى أنا أمة محمد بكي فلله الحمد والشكر على نعمة الله الحمد لله الذي فتح أبواب المشاهدات على أرباب المجاهدات بمفتاح لا إله إلا الله ويا نفوس ذاكرين وملأ قلوب الموحدين من أنوار لا إله إلا الله وأداء إلى صراط المستقيم وجنب طريق الجحيم من تمسك بلا إله إلا الله وأدخل الجنة بغير حساب وأدخل الجنة بغير حساب من أمن بلا إله إلا الله وخلق الجنين من ماء مهين ليعبده بلا إله إلا الله أرسل الرسل لأجلها مبشرين وعن ضدها محذرين فدعوا كلهم إلى لا إله إلا الله أنزل الكتب بالبراهين القاطعة والأدلة الجليلة الواضحة تبين معنى لا إله إلا الله فقامت بذلك الحجج على العباد وشهد به الناطق والجماد إلا من تمرد بلا إله إلا الله وقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فإذا فعلوا ذلك أثم مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله ولا ليال إلهي مينو لكي أمطو إسلام كلمة أو لا إله إلا الله كلمة أو ويمو أو إلهي سبحانه وتعالى إيتم فيني رسولك صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله صدق رسول الله وإلهي ما يبنوا لكي أهل هذه الكلمة كلمة تتكن قيل يا إلهي نوالي وهم المسلمون دك أم مسلمين تأوائي تتكاثن فلله الحمد والشكر ولا ليال كلمة الله سبحانه وتعالى ميليا نبي صلى الله عليه وسلم إن أنزل الله على رسوله فاعلم يا محمد أنه لا إله إلا الله فلم يقل الله عز وجل فنطق يا محمد فتكلم يا محمد فالله عز وجل فاعلم ولا لي المعلومة يبلين كباين يا علم يا لفظه كلمة إن أغانا حقيقة دي أن التعبت فرأينا ما يرغانا تبكي مسلمين تاي حتى لنجر أوجي أهلسة المسلم بهاينا مدي سباي تكشذي لا بري الآن أتتك لو سغال لنجرة طلبات لنجرة سيئة لنجرة لا إله إلا الله معنى جهدل ورسد إن شيغانا لا إله إلا الله ومشكلة ودنك يا لكم إذن يا لا إله إلا الله معنى جهدل ما إله إلي ملك جهد لي قاره والكرد مقاره كلمة ما إلا فضائي إن لهو قاده كلمة دي إسلام كي لاحقه قراءي إسلام كي قيمة اللهي وإلهي قيمي أو نبو محمد إلهي ينديبي أو أن إلهي نوويري دين تيم ودين الإسلام كا إلهي كوالي بالله كجيوهي إسلام كي بالله كجيوهي كلمة
يكرمنا ونفهم نعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله ونما دمي ذا يعيننا كتواغوك بس أو بلا معنى ما ننوفره إن كلمتنا معنى يلوغا سدع إلهي سبحانه وتعالى أن إليه والنبي صلى الله عليه وسلم أن أعرف علم نبيه أغاو أنه شأنه لا إله معبود مجرأ بحق لك أبدو إلا الله ألوين ما هذا آيات أنك إلا هذا الرويت مسلمين تلا هذا الرويت فردك كتو مسلمين تلا هذا الرويت ما نبيه من هذا الرويت نبيه عبد المدي صلى الله عليه وسلم ونون إلا هذا الرويت فعلم أنه لا إله إلا الله كلمتهم ولا إله إلا الله وأركانها إثنان لم أركان ظل تلك نفي مرتمى الأرهي وإثبات الأرهي لا إله ونفي الله مجره إله طن يدردروي إلا الله إلهي ما مد لا إله مركي أذلتان إلهي بملك جيدو لا إله ما بدر درويت والبوه ما إلهك شيء يكد يويت ما الله بمعب يودي دندان كروي مدو أركان وليك كلمان إثناني لا إله إلا الله أركان وإثناني نفي وإثبات ما لرلي لا إله نفي إلا الله إثبات ما لانك مركي قالي إسلام مدان هكلاو ما يلفذي لا إله إلا الله أسر بالترتيب يقولي نفيها مريسي لا إله إلا مجرد إلا الله ألوين ما سأروا الغير هدي أركوا رمب إلا الله لا إله أركوا رمب إسلام مدين زمان سعجل بالشرد نفيها مريسي وأركان وإثناني نفي وإثبات وعد النفي من الإثبات لا إله معنى مأت نافيا جميع ما يعبد من دون الله أنت الله كرتي أنفيا نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده كما أنه ليس له شريك في ملكه والله أعلم إلا الله مثبتا العبادة لله وحده كما أنه ليس له شريك في ملكه والله أعلم كم شروط لا إله إلا الله لا إله إلا الله شروط اليمات وما هي وما الذي ينافيها كم شروط لا إله إلا الله لا إله إلا الله شروط اليمات وما هي مين الكجادة وما الذي ينافيها ما ينفيه ما ينفيه شروطها سبعة كلمة دام صدر الشرط يلتن العلم كما قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله سبحانه العلم إن كرمدان لنك صاحب يأه وهو الله سبحانه عز وجل ولك جالة إن الأباته علمي عن أباته انتكين قالوا العلم المبي المنافي أنفيائه للجهل جهل أنفيائه المبي جهل ديرياي إن اليقين إلهي انكستو فبقان قرونا لا أي نغنان ولاغن إسلام نمدان إشهاد دين بان نغن هان آتائن ونغني فبقي يقين هان كسنين وطنتنين قرر العلم المنافي للجهل واليقين واتين يقيمون شرطك لماد المنافي وأنفيائي للشك للشك واد كلمدان للشك يا إلهي هذا الشك والأنفي يوم كو واليقين المنافي للشك والإخلاص أتن إخلاصه هاتو إخلاص لا إله إلا الله وذا اللتان الله درسيس أنت أبن كتبه عبد الله فضل المنافي للشرك كلمة لن كل ساهد أول كلام أدي الولاء جلوات أمي لسا كطواي المنافي لشرك والصدق حتنكو مايتو كلمة لا إله إلا الله والله ولي الشانتي إن أدركو مايتو المنافي للكذب
ومحبته هنا رجالته كلمة من رجالته المنافي محبتي اه والمحبة المنافية للديا اه للنبل اه ولي حب الجهيات والمحبة المنافية للديا والانجياد وتن اللي نقول انه ما هي راي لانكم اوبس لا اله الا الله بسرنا كلمة ما يلك جري هذا جدك كاتيان يعني. انجياد الكوفرات الانجياد والانجياد المنافي للامتناع ولا يكون ريبس فم ومعنى السياسة والقبول هاتين على أكبر دوك الملم المنافي والقبول المنافي للديا طلب لها الشربة خرتي يالته توحيد كان رسولك صلى الله عليه وسلم لانكم مسلمك ايه ما يلفلل ليا ان معنى كان ادكست لا اله الا الله ورت معنى يسلوها الاغادوي لا اله اله مجر الا الله اله ما سلو لا اله مد اله غير يك ديوي انت قورا ما يلي شيغي لانكو عامرسك ايه امينك وردي انا سكاي لانسوف يسك اوال وردي لانكو ولا اجي اهل العلم ان لك انت تسامن بيه حكا اي وين ساجدي تكتك ليه خير الله سيا ادن لي جاهل نسكاي ما اسد دالا وديه نيلا كفيلا لا اله 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 سلم كنتي لانكو بسكاي لانكو لا اله لا اله تلدلا إلا الله قدره لا إله إلا الله جيسيه ورن ضافر مجيسيه أيوه إذا تشيد في الأكل دي جريه وريا إلا الله قدره مقدره ميري هزك قري وأول قري هذا لنقوز نقول جيه تبلوس أصبع أن توازن دان لنقوم ما يكن كشك شيء ليك لا إله إلا الله وأجيه اللي يتبكوه لذلك ماذا تفيري يا بل لنكون وليرا جرى المهن لا اله لا اله اله مجر لا مجر لا اما الى فضائي الجركي هلو الفضائي الا الله هان اجر جيك المنال وكده وان افري وان خساري مشكلة مكي لا ولا ليه انت هذا مدى فسادو ما يهيدي واجهدي كلمة دي لك جاهلي لنكون كلمة دي لك جاهلي لو كلمة دي لك انت بدلائن لنكون ولا جاتا نسيدي ساك بلفت أبلو خداف أسوبة والبنها لا يفنت كلمة عن كلمة إله رجيد إيمان كلاه رسول صلى الله عليه وسلم حديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرلاه عن النبي صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم لكي نبوي الله موسى يا إلهي يا الله هذا ماري يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك يا إلهي وأنك هو أنك يخطو على إنشاء إبر نوموز واد فقال الله عز وجل ماري قل موسى لا اله الا الله لا اله الا الله ليده فقال النبي لاجمال يا ربي كل عبادك يقولون لا اله ما ادوما قدم لا اله الا الله ولا بالليل ها وكلمنا وانا ليد انكار ما والشرك الا يبوا وذكرهم بروي توتياجي قال الله عز وجل اله المال يا موسى لو ان السماوات السبعه والارضين السبعه لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت لا إله إلا الله يا بل شريب موسى كلمة عن هديك هيك كف في سكرت لك القلاي إنه لك ديكي طلبات السمدون إطلبات العرب إيوة ما فيهن جيت شيت أرق والبلع عن قطبنا لسعر هيا ولا إله إلا الله ونيونا قرامات لك ديكي لا رجعت لا مارت لا اله الا الله ها ليه لا سير هنا بكر من وين جاء الى انت بما سبحانه وتعالى نبي الله نوح رسول اريني اذا لدر دار ماو يا ماري اريني ويتين ما جين در دار ماري لا اله الا الله وسين در دار ماري كلمه انت ها لو ان السماوات سب ولا ارني سبع لو ذا في كفته ولا اله في كفته لرجعت بنا لا اله الا الله ولا اله الا الله لا إله إلا الله
رسولك صلى الله عليه وسلم قال ليه؟ من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. من قال لا إله إلا الله لن يقول آخر كلامي مرشي سلمة دا الدنيا بس أي كتبتل ليه سكراتك لسانك أنك تنبوي دخل الجنة. فهي أساس الملة والدين وهي حبل الله المتين. فما فاز إلا من تعلق بلا إله لن يليب نوم هذا مجال إلا أهل لا إله إلا الله لن يليب نوم هرت ما جاءت قولوين ونعتقد أمعنا أو إلهينا نسي شرف تعزوي إلهي أمطاو مسلم أموالي أمطاو معمم أموالي أو إسلام نعتل أموالي كلم مدام إلهي ساحبني كدكي معي إلهي كلم مدام إلهي سبحانه وتعالى مركي مسير الدنيا دم أبوري خلق جاي سؤومي كلمة تن أن إلهي هدي أن الله هي إلهي لا إله غيري هي إلهي أن ربك إنه أها لأن كلا غير ربه مجر إلهي سبحانه وتعالى سبحانه الدنيا أنت رسول إلهي هدري لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله يا آدم نبي الله إلا يا نوح نبي الله لا إله إلا الله موسى رسول الله لا إله إلا الله إبراهيم لا إله عيسى رسول لا إله موسى لا إله محمد رسول كتاب يا وكلم مدام وكلم مبين وهي إله وشيء بكوين هل يعتبر وزي ريائي لم كاتي جيك لا إله إلا الله سكتواك معنى جانم قردان كوانا ما بدكي لن كاسل فضوه سؤال لن أجيك لا إله إلا الله ذي فعليا مكسو هيا لن كاسل ورم بالشرد ما يلشرد إيه لنك معنى جي كلمته قرد ولو جمالها انكسو إذي كذي فضو ها يا سيدي علمه انقرتي لا هذا حتى شعص انقابة وصيف دي ولدي ذس نفجي لأرالكي مركا هذا معنى هام تفاصيل عابني انقرت لكن الجمال لا إله إلا مجر إلى وينما عامان أدعو نسكو كذب معنى إلهي ما إلهك لدنتين جرنا يالك جيدا دعا دي لدن معنى جرد أزمان لا إله إلا معنى جميعي إله ما إلهك للمجر سبه دي شير دي معي لا إله إلا الله معنى تبتك شان دي معي قرر وليلك جيد كلمة الولاد لي جواب الأكبر يا إيه رابطي هذا كيف اللي هذا معنى هانكسي معي إسلامنا ماذا صحيح هو كلمة دام حلو بادوج رسولك صلى الله عليه وسلم كلمة دام لانكي أوانا كتواقو وانا معنى أهانا إن إنسان سناينا إسلامنا مديس قاسر هو يا رسولك صلى الله عليه وسلم أبو سعيد الخدري أبو هريرة مدير رسولك مكوي من أصد الناس بشفاعتك يا رسول الله يا من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ونفسه رسولك صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله لن يقوله خالصا من قلبه ونفسه ما تبين لك جيده إسرائي والبنك درناك كلمة نطعهان على كين تابدا ولا ليال كلمة ساسا إيرجئيين أن من قال لن يقول لا إله إلا الله معنى جانا انقرنا كوهن به عمل شيء مهر جلولك إلى لواب من النبين أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله لا رب لا ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك فقل لمن قالها بلسانه وانا قال لها بأعمالي لم تنفع وإن أضغى ألف مرة لن أجل كيك سلعة ستة كان الدنيا تروي وعقلت لنكم أبو موريان لا إله إلا الله واللهي مسلم أهلهي قال يوم أريكو تلقون دلوك 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 والبؤ لا إله إلا الله ريبسي أم عسيء ودردره لا إله إلا الله ما يريبس لا إله إلا الله ما يحكي لها جلال لما ذا كلمة لك والهات أو أوامر الإسلام كأي أو لك شنطب الإسلام إيو لك إيمان يحكي لها يا توم إلا ما ذي أحكام الله هاي يا حسد عليك أنت لا إله إلا الله قوم حد ذا تقول لا إله إلا الله غير رسي أنت أنفست عادي بعد
كين غير تناين يون انك تغمان ايه الجميل الروغي ما تمينا كده لا اله الا الله ولا تا يا دو دور يومي لك تويلك ها دور يومي نولاد مدى ها كلمة دي والمتراز ماي هدي كلمة دي والي كفر ما زبادة انفرنا عينا والي غيبا سيبن غير تناين ما دوغي شنع دكتوعة ماي ها أن من قال بلساني وناقل بأمال لم تنفعه وإما بقى ألف مرة لا إله إلا الله مد لا إله إلا الله مد ما إري أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله جنال فراجة لا إله إلا الله ما ها لا إله إلا الله جنال فراجة هيد فرلك ما إلا بطها إن إلكلها هذا فراجة إلكوه بطا مالان هذا وفلقوه بأتقريه تمالان لهم بحاسة إلكلها إلا بيك ورما يوم سيقى هذا بكار كي نتدى يسيقى مات ما لا رأينا تسكي بكار ايتا ولا رأي مات كمان جاري فاي تمالي جيتو الكوية الهدي ليو مالك هذا كي ينقوب هذا قاعد جدي ما تكلا بي مفراو مالك إسلام مدام سيدي فراغي الكوية اوكلا يدو مات مي سرادي سونكي زكيدي حكي سلة الارحام كي انت الهي كور غيري انت عصا القوة سيه لا إله إلا الله ركوم ولنا أي الكلام نغني لا إله إلا الله هذه الكلام نغتوا إله الجنيد اسم القراو ذات كما إرهاي أنا جنبا إلا إلهي نين ديك يا لا إله ما جنبا إلا آلاس إلهي بلس جنبا إلا إلا كراو جنبا إلا أي ممكن شمان داري جنبا إلا نغب برد يا إلهي جنيد إسماعيل ما خبيل لسا بدوار دوار روغ لأن أنا نيجا دين جنيد أسرار يا مسافري سيد جنيد لك قال الله نبا أطاهر شرف له وي يا إلهي نيندري والنشاري جنيد سيد قال الله هنا إله ما الله جد يقانا أن ما هاي هنا نقول أقول أفضي هاي إله ما دول ديار هاي مجران هم والمريضو إله ما الله أسكون دوي ترى دي إذا أنت نينك ولكن يجب ان خير على سي مارتي شيخي حسن يوسف حسين هو شيخي الدنبوي محمد عثمان مسؤول سوريا وقرر كل كذا وهذا معروف واحد كبير هو مركه السوق اللي هنندك النبع سوري هو تتلقى لنا كل ولو هذا سري مركه جزاك الله خيرا مركه من بجيلنا علماء مغارات بيتو إنه معركة محاضرو ينك إيه معركة ينك قابلنا عشر ذوها يرتب عادي سوصولا ينو معلنتي لقلوما هاني إنه محاضرة إيه معركة ينك ينكاو يهين تتكلم ما يجري محاضرو ينك تتبقى نوال كفايدي سيدو عشر ذو ما يلانك يوان فهمي إيه معركة والقروس شعر ينك ويهي برنو يجري محاضرو ينك يوان كفهمو فكما يبقى من جرد دونه هدي إلى هيه دونه معلمو ما رتي سوق الخميستي وطبع شرق من جرد جرد إني محاضرو يمكا ما رتي سني بسوغان سوق كيبو ما رتي وقالاه نندر هري جري سوق كيبا سوق الفسر مجلي مرت هدي إلى هيه دونه حتنا ما يبقى يستطاع لو جانا في اوه حتى نولا إلا هاي يعني أرتيا لها هاي كي محاضرو يمكا حتى نولا إلا هاي ميه كتان مرت محاضرة دي تانو جيت انتاني وكأجي وأقول قولي هذا وفي الله التوفيق والسلام